الأطفال اللي برا في الدول برا بيروحوا على المدرسة وبيلعبوا وبيروحوا على الحدائق وبيتفرجوا على التلفزيون. من عنا خلقت أي شيء حرب وضرب قصف وقتل. تعبنا كتير كتير، دمرونا مستقبلنا ودمروا نص ولاد مستقبل سوريا. بتمنى الحرب توقف وبنرتاح بنقعد مرتاحين. In Idlib, het laatste bolwerk van het verzet in Syrië, dreigt een hele generatie kinderen verloren te gaan. Van de 3 miljoen inwoners, vaak vluchtelingen, zijn meer dan de helft kinderen. En door de oorlog, in plaats van naar school te gaan, moeten ze nu vaak zwaar werk verrichten in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Sommigen worden er doodongelukkig van, anderen maken er het beste van. نص الأطفال سوريا فقيرين، صعب كتير الشغل، صعب كتير كتير. حب أشتغل أحسن عشان أجيب مصاري لأخوي. والدي مات بالطيران، هو وعمي. أبوي كان هو عمي عم يعبوا مازوت ما لحقوا عبوه. أبوه لسه ما مشوا نص الطريق وما وراه كثير سيارات. اجى الطيران لسه ما لحق يوصل على البيت واني ضربت الطيران. والدتي بالرقة كبتنا وراحت. تجوزت وهي بالرقة هلا. بخيم عن بيت ستي اخ واحد وعم بقدم لاخوي ولنانتي. شد حالك وانا ساعدك، شد حالك بزنت راسك اقرا اذا ما عرفت انا ساعدك. احسن ما بموت اعيش احسن لي، العيش احسن من الموت. بشتغل وبطل في المدرسة من صور ضرب وقصف من الساعة 7 لحتى أوقات المغرب بعد المغرب العشاء. بعد ما أروح على البيت بروح بخسن وحط راسي بنام. ثاني يوم كمان برجع مش هيك كني مش لاقي أروح على المدرسة. بنزعج وبقول كل هالولاد بتروح على المدرسة إلا أنا أروح بشتغل، بس إيش بدي أسوي؟ ما في حدا يطلع على بيتنا. صعب وخطير، بس مضطر. الضرب والطيران هو اللي عملها، هو اللي طلعنا. محتاجة المصاريف مشان اشتغل واعطيهم امي وامي صرف علينا في البيت. انا واخواتي 3 بنات وانا وامي وحدة عمرها 6 وحدة عمرها 5 وحدة عمرها 7. من ابوك يا زكريا؟ متوفي صار له 5 سنين. بتمنى اخلص بكير وارجع على المدرسة. ارجع واحقق حلمي هذا. كنت هذا بتمنى هيك اصير استاذ مدرسي. الحرب هي اخذت من حلمنا، اخذت من حلم الاطفال، دمرت المباني لاني هلا هو مخرب وفي حجر طلعت جمباز، حلم جمباز. شوارع أماكن مخربة بيعملوا الحركات.
أطلع بطل بالجمباز والباركور، أطلع مدرب. بساعدهم أول شيء في النوادي شيء يتعلم، وبعدين حابب إنه أوصل إنه تخفف عنا الدمار والحرب عن هالأطفال، حقق لهم حلمهم لهالأطفال المهجرين من بلادهم.